تمام. هنشوف في شابتر 2 الليكويد ستيت ثلاث حاجات، هنشوف ثلاث حاجات، حاجه اسمها الايفابوريشن، وحاجه اسمها البويلنج، وحاجه اسمها الفريزنج. الحاجات دي كلها بتحصل للليكويد، ان الليكويد بيتبخر. ايفابوريشن يعني ايه؟ تبخير. البويلنج غليان. الفريزنج تجمد. كل الحاجات دي بتحصل ليكويد وما بتحصلش ليكويد؟ بتحصل ليكويد. احنا بقى هنشوف كل حاجه على حده. اول حاجه الايفابوريشن. اول حاجه ايه؟ الايفابوريشن. ايه هي يا جماعه الكونديشنز اللي بيحصل عندها الايفابوريشن؟ الكونديشنز اوف ايفابوريشن. لو انا عندي كونتينر بالطريقه دي، كونتينر وفي هنا ليكويد، خلاص، موليكولز على السيرفيس، وموليكولز فين؟ في البلك، في قلب ايه؟ الليكويد. ايه هي الكونديشنز اوف ايفابوريشن؟ هما حاجتين عشان اسهل عليك. مين اول واحد او مين المعرض انه يتبخر الاول؟ الموليكولز اللي على السيرفيس ولا اللي في البلك؟ اللي على السيرفيس. بالظبط. يبقى اول حاجه من الكونديشنز ايه؟ نمبر 1 ذا موليكولز must occupy a position at the surface. At the surface. يبقى أول شرط من شروط التبخير إن لازم الموليكولز تكون على إيه؟ على السيرفيس، لأن هي دي معرضة لإيه؟ إنها أول واحدة هتتبخر. طب الحاجة التانية، هسألكوا سؤال، هو مين الأكثر في الإنرجي؟ مين اللي عنده كينيتيك إنرجي أكبر؟ اللي على السيرفيس ولا اللي في البلك؟ اللي في قلب الليكويد؟ مين اللي عنده كينيتيك؟ ما هو انا عشان اتحول من ليكويد ستيت لفيبر ستيت محتاج ايه؟ محتاج انرجي، وبالتحديد كينيتيك انرجي، عشان اعرف اتحرر من الليكويد واروح للفيبر. مين اللي عنده طاقه اكبر من التاني؟ الموليكول ده، ده ولا ده؟ اللي جوه. اللي عنده طاقه اكبر مين؟ اللي على السيرفس. صح ولا غلط؟ اكيد اكيد. ليه؟ لان الموليكول اللي في قلب الليكويد ده ايه؟ طاقته مستغله في ايه؟ معمول له اتراكشن من كل الايه؟ معمول له اتراكشن من كل الاتجاهات، فالطاقه اللي عنده مستغله في الاتراكشن فورسز. بينما الموليكول اللي على السيرفيس معمول له اتراكشن من كل الاتجاهات ده على السيرفيس. لا يعني ايوه، يبقى عنده كاينيتيك انرجي اعلى من ايه؟ اعلى من التاني. يبقى الشرط التاني في عمليه الايفابوريشن The molecules must have a must have kinetic energy in excess of certain value. يعني لازم يكون عندها kinetic energy أكبر من قيمة معينة عشان تعرف تتحرر من liquid state وتروح للvapor state. يبقى أول حاجة شفناها الإيفابوريشن، ان ايه؟ التحول من الليكويد ستيت للفيبر ستيت. دي فيها شرطين، الشرط الاولاني ان الموليكولز لازم تبقى على السيرفيس، الشرط الثاني لازم تكون عندها كينيتيك انرجي ان اكسس اوف سيرتن فاليو عشان تعرف تتحرر وتروح من الليكويد ستيت للفيبر ستيت. خلاص. طيب اكيد اكيد يا جماعه في عوامل بتسرع الايفابوريشن وبتبطئ الايفابوريشن، صح ولا غلط؟ يبقى نكتب كده الفاكتورز affecting rate of evaporation. يعني ايه ريت؟ يعني ايه ريت؟ معدل. بالظبط. العوامل اللي مؤثره على معدل التبخير، يعني ايه العوامل اللي بتخلي معدل التبخير يزيد؟ نكتب كده مع بعض. اول حاجه التمبريتشر. اول حاجه الايه؟ التمبريتشر. ايه اللي بيحصل لما ازود التمبريتشر؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني انت لما تجيب كده كوبايه ميه وتحطها جنبك، الميه بتتبخر عادي عندها درجه حراره، بدليل انك لو مش هتحسها في الكوبايه. لو جيت لقيت شويه ميه على الارض او على حته فاضيه، هتيجي كمان شويه مش هتلاقيهم. انت احتجت تسخن؟ ما احتجتش تسخن، ده بالعكس، ده انت سبتها حطيتها على ترابيزه، جيت شويه صغيره، جيت كمان شويه لقيتها ايه؟ الميه نشفت. انت بتقول نشفت، بس اللي حصل ايه؟ ان هي اكيد اتبخرت.
طيب لو جيت سخنت المية دي معدل التبخير هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد. بالضبط. يبقى كل ما زودت درجة الحرارة كل ما معدل التبخير زاد. ليه؟ لأن كل ما كان الكينيتيك انرجي اللي احنا قلناها في الشروط هتزيد أكتر وأكتر لأنك بتسخن فبتديله طاقة أكتر، صح؟ يبقى إيه؟ كل ما زاد التمبريتشر زاد إيه؟ الريت اوف ايفابوريشن. يبقى نكتب كده as the temperature increase يبقى علاقة دايركت ولا انفرسلي؟ الريت اوف ايفابوريشن انكريز كأول فاكتور. يبقى الفاكتور الأولاني التمبريتشر. الفاكتور الثاني السيرفيس اريا. يعني ايه سيرفيس اريا؟ هنقول نفس الاكزامبل اللي قلناه في التمبريتشر بس مش هنقول تأثير التمبريتشر، هناخدها من السيرفيس اريا. السيرفيس اريا يعني لو جبت كده كوباية وفيها كمية مية معينة قد كده وجبت نفس كمية المية دي بس في ايه؟ في كونتينر اكبر شوية، السيرفيس اريا بتاعه اكبر فهتتفرد المية على ايه؟ على كل المنطقة دي. يبقى مين اللي هيتبخر اسرع؟ الكونتينر الكبير. ليه؟ علشان الكونتينر الكبير السيرفيس اريا فيه ايه؟ السيرفيس اريا بتاعت اللي على السطح الموليكولز اللي معرضه انها تتبخر اكبر بكتير من الايه؟ من الكونتينر الاولاني. يبقى هنا ما احنا قلنا الكونديشن لازم تبقى على السيرفيس، فبالتالي كل ما السيرفيس اريا زادت كل ما ايه؟ وده بنشوفه فين؟ لسه قايل لكم دلوقتي لو انت في ازازه ميه مثلا ودلقت شويه على حته فاضيه، لما تطلق الميه على حته فاضيه بتنتشر في ايه؟ في اريا اكبر من اللي كانت موجوده فيها في الازازه، فعلشان كده تلاقي اللي انت دلقتها دي نشفت اسرع. ليه؟ عشان اخدت سيرفيس اريا ايه؟ انت ما سخنتش ولا حاجه، ده بالعكس ده انت ايه عملت بتشوف تاثير السيرفيس اريا. انما لو جيت قارنت نفس كميه الميه دي في الازازه هتاخد وقت في الازازه على بال ما تتبخر، بينما اللي انت دلقتها انتشرت في سيرفيس اريا اكبر فتبخرت اسرع. يبقى بالتالي العلاقه دايركت والانفرسلي بين السيرفيس اريا والريت اوف ايفابوريشن كل ما السيرفيس اريا زاد كل ما ايه الريت اوف ايفابوريشن ايه بالظبط، كل ما زاد الريت اوف ايفابوريشن. يبقى اول فاكتور نعم بنتكلم على نفس الكميه، لما باجي بقارن بالسيرفيس اريا لازم تبقى نفس الكميه هنا وهنا صح بالظبط. بتثبت كل حاجه وبتشوف تاثير السيرفيس اريا بس. طيب يبقى الفاكتور الاولاني تمبريتشر، الفاكتور الثاني السيرفيس اريا، الفاكتور الثالث الاتراكشن فورسز، الفاكتور الثالث نمبر 3 الاتراكشن فورسز قوه التجاذب. يعني ايه قوه التجاذب؟ قوه التجاذب اللي بتحصل بين المشحنة الليكويد ده في اتراكشن فورسز. احنا مش في الجاز بقى وكلا، احنا في ليكويد ستيت، يعني طالما بتكلم في ليكويد ستيت يبقى في تاثير اتراكشن فورس، في تاثير قوه تجاذب. هل الليكويدز كلها زي بعض متفقه في الاتراكشن فورسز؟ مستحيل طبعا، والا كنا قلنا على كل الليكويد سميناها اسم واحد. لا، ده كل ليكويد ليه الاتراكشن فورسز الخاصه بيه، وهي دي اللي بتتاثر في ريت اوف ايفابوريشن. بمعنى ايه؟ لو انا جيت قلت لك عندي كونتينر فيه ميه وكونتينر تاني او كوبايه تانيه فيها زيت، مين اللي هيتبخر اسرع؟ اكيد مية. اكيد الميه. ومين اللي هيتبخر اقل كميته لا تذكر اصلا؟ ليه؟ عشان الاتراكشن فورسز في الزيت، الزيت لزج جدا. يعني ايه لزج؟ فيسكوستي عاليه. ليه؟ عشان اتراكشن فورس عاليه. يبقى كل ما زادت الاتراكشن فورس كل ما ايه قل الريت اوف ايفابوريشن، صح ولا غلط؟ شوف هنا اهو انا عامل لك ايه موليكولز صغيره، كميتها صغيره في فوق الاويل، بينما كميتها كبيره فين؟ فوق الزيت، لان مقارنه الاتراكشن فورس مهمه جدا في الليكويدز. يبقى نكتب ايه بقى العلاقه هنا؟ انفرس ولا دايركتلي؟ انفرس. كل ما الاتراكشن فورسز جوه الليكويد زادت، خلينا نكتبها عشان نبقى ماشيين ميه واحده، زادت اللي بيحصل الريت اوف ايفابوريشن ديكريز. يبقى العلاقه الوحيده الانفرسلي هي الايه؟ الاتراكشن فورسز. يبقى عشان لما نيجي نذاكرها يبقى عندي حاجتين دايركتلي وواحده بس انفرسلي، بص لهم تاني، التمبريتشر
والسيرفيس اريا دايركت مع ريت اوف فيبريشن، كل ما زاد وكل ما ريت اوف فيبريشن زاد. الحاجه الوحيده الانفرسري هي الاتراكشن فورسز، كل ما زادت الاتراكشن فورسز كل ما كان صعب على الموليكولز انها تتحرر من الليكويد ستيت للفيبر ستيت، فمعدل التبخير يقل. يلا نكتب. طيب هنشوف مع بعض حاجة اسمها latent heat of evaporation. يعني ايه latent heat of evaporation؟ يعني ايه يا جماعة latent heat of evaporation؟ هو الايفابوريشن ده مش 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 محتاج طاقه. اللاتنت هيت ايفابوريشن يعني الحراره الكامنه للتبخير بالعربي. يبقى اللاتنت هيت ايفابوريشن معناها ايه؟ مهمه جدا دي، الحراره ايه الكامنه للتبخير، وبنديها الرمز ايه؟ بنديها ال، لاتنت هيت ال. خلاص latent heat of evaporation ال. ايه تعريف latent heat؟ هي amount، صح ولا غلط؟ الهيت بنقول على كميه، الهيت بنقول عليها ايه؟ amount of heat، amount of heat needed، تحط تحت كلمه needed كذا خط، needed عشان مهمه جدا، to evaporate one mole of liquid. يعني اما كميه الطاقه اللي انا محتاجها عشان ابخر 1 مول من الليكويد اسمها latent heat. يعني انت لما تجيب كوبايه ميه كده وتحطها قدامك على المكتب، التبخير بيتم ازاي؟ ان اكيد الميه بتكتسب طاقه منين؟ من الوسط اللي حواليها. ما هو هي هتجيب طاقه منين عشان تطبع؟ بتكتسب طاقه من الوسط اللي حواليها، فبالتالي تكتسب الطاقه دي وتكتسب كينيتيك انرجي ان اكسس اوف سيرتن فاليو، وتبدا تتبخر بناء على هذا الاساس. تمام؟ يعني مثلا ازاي الهدوم بتنشف؟ لو حطيت مثلا قميص وسبته ينشف، بينشف ازاي؟ عن طريق التبخير الايفابوريشن، صح ولا غلط؟ طب ازاي؟ انه بيكتسب طاقه من الوسط اللي حواليه، فبالتالي الكينيتيك انرجي بتزيد فبيتبخر، فتيجي تلاقي القميص نشف كمان شويه. يبقى الاماونت اوف هيت اللي انا محتاجه، عشان دايما في اي ديفينيشن بنقول كلمه 1 مول عشان ده تعريف. يبقى ايه هي لاتنت هيت؟ هي كميه الطاقه اللي انا محتاجها عشان ابخر. ابخر قد ايه؟ 1 مول. خلاص؟ يبقى لما اقول لك اللاتنت هيت اوف ووتر مثلا 44، يبقى ال 44 دول اللي الميه محتاجاهم عشان تبخر 1 مول. اللاتنت هيت للكحول مش عارف 35، يبقى ال 35 جول ديت الكحول محتاجها علشان ايه؟ يبخر 1 مول. يبقى ده اللاتنت هيت اوف ايفابوريشن. وكلمه نيدد يعني ايه؟ يعني السيستم محتاجها، صح ولا غلط؟ علشان يتبخر. ازاي يا شباب بقيس الفيبر بريشر اوف ليكويد؟ ازاي بقيس الفيبر بريشر اوف ليكويد؟ بقيسه ازاي؟ طب اسهل عليكم، لازم نجيب كونتينر يعني كلوزد ولا كونتينر اوبن؟ احنا شفنا التبخير وبندرسه، كنا بنقول الشروط والكلام ده كله، كنت سايب الكونتينر مفتوح. طب انا لو عايز اقيس الفيبر ده واقيسه برقم، يبقى لازم اعمل ايه؟ اجيب كلوزد كونتينر، صح ولا غلط؟ بالظبط، كونتينر مقفول واحط الليكويد تحت، الليكويد يتبخر، اروح قايس الفيبر ده، صح؟ ببساطه لو هنرسم اهو كلوزد كونتينر وفي مقفول كويس عشان ما يحصلش اي تسريب، وفي هنا الليفل بتاع الليكويد اهو، ده الليكويد ستيت. كأنك قدامك بالظبط إزازة مية نصها مليان ونصها اللي فوق فاضي. بتلاقي إيه كمان شوية؟ بتلاقي إن النص الفاضي اللي فوق دوت بقى إيه؟ مشبر شوية. وهنشوف تفسير الكلام ده دلوقتي. ده الليكويد ستيت. ودي المنطقة اللي هيتجمع فيها اللي فوق دي الفاضية، اللي هيتجمع فيها الفيبر وهتقيسه، وليكن إن الجهاز ده هو اللي هيقيس الضغط، الجهاز اللي أنا رسمه على الجنب ده. هو ده اللي هيقيس الضغط اللي فوق، ما انت حاطه فوق عشان اللي فوق دوت هو اللي مكان اللي هيجمع في الفيبر. طيب
في البداية اللي حصل في البداية في البداية أنا عندي حاجة؟ لا ما عنديش. في البداية لسه ما حصلش evaporation، أنت لسه حطت المية، مش أول ما تحطها هيحصل ده بيحصل بعد زمن. initially نكتب كده the pressure within the container equal zero. يعني في البداية خالص البيب زيرو، يعني لسه المؤشر أو الجهاز ما أسليش أي قيمة للبريشر خالص. تمام. بعد فترة زمنية إيه اللي بيحصل؟ هيبتدي بإذن قيمة. أيوة الموليكولز كل اللي قلناه فوق هيحصل، إن الموليكولز اللي على السيرفس اللي بيحصل لها إيه؟ بتتبخر، فبدل ما تبقى هنا هتبقى فين؟ في الفيبر ستيت. طيب أنا ليه رسم ثلاثة بس؟ أنا فارض إن هم ثلاثة، ولنفرض مثلا ان كل ثانيه هيطلع 3 كل ثانيه، ما هو طبعا الريت ثابت لان نفس الليكويد ونفس الكونديشن وانت مثبت درجه الحراره وعامل كل حاجه، يبقى مثلا كل ثانيه هيطلع لك 3 خلاص، يبقى نفس العدد 3 في 3 بص بقى 3 كمان 3 كمان 3 كمان. هل الايفابوريشن ده هيحصل لما لا نهايه؟ هل معقول ان كميه الميه دي كلها هتتبخر ولا هيبقى في ليميت معين فوق سطح الميه؟ هيبقى في ليميت معين بالظبط. انا لو عندي مثلا مدرج كبير، المدرج ده بيشيل 500 طالب، هيجي 50 طالب كمان اقول لهم مفيش مكان، فبالتالي المكان اللي فوق ده يا جماعه، المكان اللي فوق سطح الميه ده ايه؟ ليه كباستي معينه، ما يقدرش يستحمل اكتر من عدد معين، وليكن مثلا اقول 50 ايه موليكول خلاص. طيب كده خلاص حصل ايفابوريشن، فقيمه البريشر عماله تزيد، هتزيد لحد ما لا نهايه ولا هتزيد وتقف لحد قيمه معينه؟ هتزيد وتقف ليه؟ ايوه ليه بقى؟ علشان برافو عليك ممتاز جدا. ايه اللي حصل هنا؟ اولا انا بيحصل عندي ايفابوريشن، فقيمه البريشر بتزيد 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 لحد ما توصل لقيمه وتثبت. اول ما بتثبت اعرف ان انا وصلت لايه؟ لحاجه اسمها الساتوريشن. تسمعوا عن الساتوريشن ولا ما تسمعوش؟ يعني ايه ساتوريشن؟ تشبع. يعني المنطقه اللي فوق وصلت لمرحله انها تشبعت بايه؟ بالموليكولز، مش هيطلع مش خلاص هيطلع كل حاجه، بس ايه اللي هيحصل بقى؟ الاوبوزيت بتاع العمليه، يعني هيطلع ثلاثة مش هيلاقوا مكان فيروحوا ايه؟ ها مش... ايوه كوندنسيشن وهينزل ثلاثة. ايوه هيطلع ثلاثة يروح نازل ثلاثة، يطلع مش شرط الثلاثة اللي طلعوا هم اللي ينزلوا، ممكن ثلاثة من القدام هم اللي ينزلوا، بس ايه ده اسمه دايناميك ايكوليبريم، ده اسمه دايناميك ايكوليبريم. يبقى الجديد يطلع يروح منزل ثلاثة من القدام، الجديد يطلع يروح منزل 3 من القدام، واخدين بالكم؟ يروح 3 يطلعوا ومنزل، عشان كده قيمه البريشر ثبتت معايا. انما لو الايفابوريشن بيحصل على طول كنت تلاقي قيمه البريشر زادت على طول، انما ليه ثبتت؟ علشان بيحصل عكس العمليه. طالما بيحصل ايفابوريشن بيجي عند فتره معينه وهي الساتوريشن، اللحظه دي بيحصل عندها كوندنسيشن كمان. يبقى نكتب كده، يبقى في اللحظه دي بقيس الفيبر بريشر. يبقى امتى بقيس الفيبر بريشر اوف ليكويد؟ عند مرحله ايه؟ عند الساتوريشن قيمته بتثبت، او عند الديناميك ايكوليبريم. يبقى المصطلح الجديد والاهم هو كلمه ايه؟ ديناميك ايكوليبريم، زي ما هنكتب دلوقتي. اتفهمت الحته دي؟ يبقى انا عشان اقيس الفيبر بريشر اوف ليكويد، رقم واحد بجيب كلوز كونتينر بجمع الفيبر، بيفضل البريشر يزيد لحد ما يثبت لقيمه معينه، هي دي القيمه اللي باخدها. طب ايه اللي حصل عند القيمه دي؟ حصل اتزان ديناميكي، بقى معدل التبخير زي معدل التكثيف الكوندنسيشن، فباخد القرايه بتاعتي. نمبر 2 عايزين نكتب بطريقه منظمه عشان ايه؟ تعرف تذاكر من الكلام ده. As a result of evaporation نتيجه ايه؟ عمليه التبخير، the pressure will increase، ده عادي طبعا، until ايه؟ ريش. ايوه ريش ات ايه؟ انت ريش اسيرتن ديناميك فاليو. لا خلينا بس دلوقتي، يبقى بيفضل يزيد لحد ايه؟ لحد ما يوصل لقيمه معينه.
يبقى as a result of evaporation the pressure will increase until it إيه؟ reach a certain value. خلاص وصل لحد قيمة معينة. إيه اللي بيحصل عند القيمة دي؟ أخليها في السبل وحدها. Number 3 Dynamic Equilibrium. اتزان ديناميكي. إيه اللي بيحصل عند الاتزان الديناميكي دي؟ هات ارسم جنبها كده بالظبط. ارسم ثلاثة ثلاث أسهم لفوق جنبيهم بالظبط ثلاث أسهم ليه؟ عشان تبقى فاكرها. يبقى إيه هو الاتزان الديناميكي؟ هي اللحظة اللي عندها the point at which the rate of evaporation equal the rate of condensation. يبقى هم دول الثلاث حاجات اللي بيحصلوا جوه الايه؟ جوه الكونتينر. في البدايه البيب زيرو، رقم اتنين البريشر بيزيد نتيجه الايفابوريشن لحد ما يوصل لقيمه معينه، رقم ثلاثه هوصل للديناميك ايكوليبريم. هو دي المرحله اللي انا بقيس عندها ايه؟ الفيبر بريشر اوف ليكويد. يبقى لما نيجي نكتب اقول لك عرف لي الفيبر بريشر اوف ليكويد، تقول لي ايه؟ يبقى نكتب كده الفيبر بريشر اوف ليكويد، تعريفه ايه بقى؟ It is the pressure exerted by the vapor when exist in dynamic in a dynamic equilibrium. نكتب equilibrium باختصار كده with the liquid. يبقى هو pressure المبذول by the vapor لما يكون موجود في حالة مهمة جدا، دي مهمة جدا، when exist in dynamic equilibrium. لو مش موجودة في الديفينيشن كده خلاص ما يعتبرش الديفينيشن. يبقى هي هو pressure، يبقى الفيبر pressure of liquid هو pressure مبذول بواسطة الفيبر لما يكون موجود في حاله اتزان مع مين؟ مع الليكويد. يبقى مش اي مرحله بيزيد فيها الفيبر بريشر. انت نفسك لما تيجي تجرب تقيس الفيبر بريشر هتلاقيه بيزيد، انت هتعرف تاخد انهي قيمه امتى؟ ما ينفعش. يبقى لازم تستنى لما تثبت. خلاص؟ ولما تثبت دي هي مرحله الديناميك ايكوليبريم. خلاص فهمنا؟ تمام. مش بسمعش يا دكتور، هو بس بكتب ورا حضرتك دايناميك ايكوليبريم كلمه زي ايه؟ معلش ذا بوينت ات ويتش هي نقطه اللي عندها الريت اوف فيبريشن بيساوي ريت اوف كوندنسيشن. هي في بي يا دكتور اختصار لكلمه ايه؟ ايه في بي؟ فيبر بريشر. تمام شكرا. دكتور عن اذنك دكتور. ايوه انا ما فهمتش جزء الليتنت هيت اوف ايفابوريشن. هي كمية الـ amount of heat اللي أنا محتاجها عشان أبخر 1 مول. يعني أنا لو عندي 1 مول من المية أبخرهم إزاي؟ الهيت اللي محتاجها عشان أبخر 1 مول من المية برقم، متسجلة برقم. يعني الليكويدز اللي موجودة كلها في جدول ثابت كده ليهم معروف اللاتنت هيت للووتر 44، اللاتنت هيت للألكحول كذا، اللاتنت هيت مش عارف إيه كذا. الحاجات دي طبعا مش حفظ، هنشوف لما نيجي هنشوف القوانين والمسائل لما اجي اقول احسب اللاتنت هيت اللي محتاجه عشان ابخر ليكويد معين. يبقى ده رقم ثابت بالنسبه لل1 مول. بالنسبه لايه؟ لل1 مول. يعني انا لما اجي اشوف هنا اهو تاني الديفينيشن، خلاص ادي كوبايه ميه مثلا وفيها 1 مول، عايز ابخر ال1 مول ده، فبيحتاج هيت او حراره من السراوندنج، سواء انا اديتها له عشان اسرع او اخذها على مهله. الحراره اللي محتاجها دي اسمها الحراره الكامنه للتبخير. طيب بمقدار ده، دي بتتقاس برقم،
فهمتي؟ يبقى الرقم دوت بيعبر عن ايه؟ مقدار الهيت اللي انا محتاجها علشان ابخر 1 مول من الليكويد. يعني هو مقدار هيت بس مش بيوصل لدرجه حراره معينه. بالظبط، سواء انا اديتها له سرعت اديتها له بالتمبريتشر، فهو كده كده انا 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 ليه بقول الميه؟ عشان ده الويل نون ودوت اللي معروف رقمه، يعني انا عارف رقمه. طبعا الجداول فيها ارقام كتير لكل الليكويدز ما بتتحفظ. فال44 ده ايه؟ ال44 ده ايه؟ مقدار الهيت اللي انا اديتها له، سواء اديتها له متجزاه او اديتها له مره واحده ان انا سرعت الهيت او سخنت عشان ابخر ال1 مول، مش فارق، بس كده كده ايه معروف ان هي متقاسه ب 44. تمام، شكرا يا دكتور. يبقى الهيت اللي انا محتاجه عشان ابخر 1 مول من اي ليكويد اسمها اللاتنت هيت اوف ايفابوريشن. هياخدها منين؟ ياخدها من تمبريتشر، ياخدها من السراوندنج، ياخدها من اي حته، بس معروف ان هي برقم ثابت. كل ليكويد ليه رقم الخاص بيه، نتيجه في فاكتورز كتير بتاثر، داخل فيها الاتراكشن فورس بتاعه الليكويد وداخل فيها حاجات تانية كتير. فبالتالي اللاتنت هيت ما اقدرش اقول انها ثابته لكل الليكويدز، ما حدش في الدنيا يقدر يقول كده. لا، دي مختلفه لان الاتراكشن فورسز في الليكويد مختلفه، فبالتالي القيمه بتاعتها بتختلف من ليكويد للتاني. مين؟ شكرا دكتور. خلاص يبقى كده عرفنا الـ conditions of evaporation، الـ factors اللي بتأثر على الـ evaporation، عرفنا الـ latent heat، عرفنا الـ vapor pressure of liquid، عرفنا أربع حاجات مهمة في الـ evaporation. نيجي للحاجة الثانية الـ boiling. يعني إيه boiling؟ إحنا كلنا بنشوفها كل يوم، يعني مفيش حد في الدنيا ما غلاش مية قبل كده. طب هنتكلم في إيه في الـ boiling؟ أي واحد في الطبيعي العادي معلوماته انه هي درجة حرارة بيوصل لها الليكويد، هلاقي ان هو بيغلي، صح ولا غلط؟ مش كل معلوماتنا كده؟ احنا بقى عايزين نشوف ايه اللي بيحصل عشان المية تغلي او اي ليكويد. يعني انا بتكلم على المية زي ما قلت لان هو الويل نون او الحاجة اللي مستخدمة يوميا. اول حاجة لازم اعرفها في البويلينج تعرفين مهمين جدا، ايه هما؟ يعني ايه بويلينج بوينت؟ يعني ايه بويلينج بوينت؟ درجة الغليان. يعني ايه درجة الغليان يا جماعة؟ بنختصرها كده. قبل ما اكتب التعريف عشان ما يبقاش ان احنا بنرص كلامه وخلاص، عايزين نفهم الأول. لو جبت كوباية أو حلة فيها مية، خلاص؟ وبغليها، وفي غطا فوق كده، الغطا ده موجود فين؟ اتكلم بالبلدي، حلة وفيها غطا وفيها مية، خلاص؟ وبتسخن. امتى المية دي تغلي؟ دي كده ايه؟ مية وانت ايه بتسخن، حط الحلة دي على النار. امتى المية تغلي؟ هيا لما اشوفكوا فاهمينها ازاي؟ لما توصل لدرجة حرارة 100، يعني اللي هي درجة الغليان بتاعتها. ما انا عايز افهم بقى ايه اللي يحصل زي بابلز كده او لا. احنا عايزين نربط الفيبر بريشر اللي خدناها فوق بالبويلنج عشان يبقى كلهم مره واحده، يعني مربوطين مع بعض. طيب هو مش هتيجي فتره، مش هتيجي مرحله، يعني كلنا شفنا الكلام ده ان لما بتيجي تغلي الميه، الميه ايه ده كلوزد اهو، الميه هتطلع فيبر، الفيبر هيتجمع فوق في البدايه، هيجي مرحله هتلاقي الفيبر ده بيزق الغطا، ما بتلاحظهاش بيحصل ان الفيبر. طب ليه ما حصلش انا ليه ما حصلش؟ لا ده حصل عند بوينت معينه او عند لحظه معينه او عند درجه حراره معينه، لقيت الفيبر اللي طالع من الليكويد بيزق الغطا كده، ساعتها اعرف ان الميه بتغلي. طب ايه اللي حصل؟ انا ببص ببسطها لك اهو. اسمعنا، لما الغطا بيتهز اقول ان الميه بتغلي، بحيث لو جيت شلت الغطا فعلا هتلاقيها بتغلي. ايه اللي حصل؟ طب هو انا عشان ازق حد، يعني مثلا لو جبت مثلا واحد يزق، مش لازم الاثنين يكونوا قد بعض في الطاقه؟ يعني هل ينفع واحد ضعيف يزق واحد ضخم؟ ما ينفعش. انا عشان ازقك واكون، يبقى لازم اكون قد الطاقه بتاعتك. يبقى ايه هو البولينج بوينت؟ هي التمبريتشر اللي عندها ايه؟ الفيبر بريشر اللي طالع، الفيبر بريشر اللي طالع من الليكويد اهو، السهم اللي انا عامله ده قد مين؟ قد الاكسترنال بريشر اللي عليه. ده اسمه ايه؟ external الضغط الخارجي.
يبقى هي ايه؟ هي درجة الحرارة التمبريتشر اللي عندها الفيبر بريشر اللي طالع بيساوي الاكسترنال بريشر، ساعتها المية تغلي. اتفهمت؟ يبقى نكتب كده البويلنج بوينت عارفها ايه؟ طب دكتور it is the temperature. حاضر هكتب بس الديفينيشن. تمام. at which the vapor pressure of liquid is equal to external pressure. الاكسترنال بريشر اللي عليه بقى وطفر هو ايه؟ ساعتها ايه؟ المية تغلي. اتفضلي اسألي. طب وزي ما حضرتك قلت ان مثلا سيل الغطاء بيتحرك شويه، طب ما كده ازاي هما ايكوال؟ مش المفروض يبقى حتى اكبر منه بحاجه بسيطه بحيث ان هو يقدر يحرك الغطاء يعني مثلا؟ لا هو انا ما هو لا مش اكبر منه ولا حاجه، انا ما قلتش الغطاء اتشال من الحله وراح في حته ثانيه، لا هو هو فضل عليه، بس نتيجه ان الفيبر بريشر طالع والفيبر معروف ان هو انت لو حطيت ايديك على الفيبر هتلاقي نفسك اتلسعتي اكتر ما تحط ايديك في المايه السخنه، لان نتيجه الفيبر ما فيهوش اتراكشن فورس فالطاقه بتاعته عاليه جدا. انا لما اوصل لدرجه ان انا ابقى قده هحركه، انا ما قلتش ان هو هيطلعه بره الحله ويعني ويرميه في حته ثانيه عشان يبقى اكبر منه، انا جاست ان انا ايه بعمل له ايه فايبريشن بس، الفيبر بيقدر يعمل له فايبريشن، بيعمل له هزه بسيطه، يبقى معنى كده ان هم ايكوال لبعض. تمام. يبقى بنفهم معنى البويلنج باسلوب تاني عميق شويه. ها كمل حضرتك كلامك. طيب اللي انا عايز اربطه عشان بس نقول البويلنج يعني يكون يعني ايه قلنا الديفينيشنز بتاعتها، النورمال بويلنج بوينت، ايه الفرق بين النورمال بويلنج بوينت والبويلنج بوينت؟ النورمال لما هي نفس هي ايوه الله ينور عليك برافو، نفس الديفينيشن بس هنشيل كلمه اكسترنال بريشر ونحط ايه؟ 1 اتموسفير، يعني كانك بتغلي الميه. هو هو لو الحله مش متغطيه هل مش هيحصل بويلنج؟ ما هي ممكن تبقى حله مكشوفه وبتسخن ويحصل بويلنج. يبقى مين الضغط المؤثر في الحاله دي؟ ادي الميه وادي الايه؟ ال 1 اي ام، لانك فاتح الايه؟ فاتح الحله. يبقى بالتالي امتى اقول ان ده اسمها نورمال بولينج بوينت اللي انت قلتوها لي في الاول 100؟ دي اسمها نورمال بولينج بوينت ليه؟ لانك بتغلي فين؟ اقول فيبر بريشر اللي طالع قد مين؟ الاكسترنال ده اللي هو مين؟ ال1 اتموسفير. يبقى امتى اقول ان انا عندي نورمال بولينج بوينت؟ لو الضغط المؤثر عندي في الحاله بتاعتي هو ال1 اتموسفير. يبقى نكتب كده واسمع اسئلتكم. ايه دي؟ نفس كل حاجه. It is the temperature, لأنها temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to 1 atm. 1 atm اللي هي إيه كده كده؟ لو بيونت تانية هي مع 760 مليمتر مركر هي الوان اتموسفير. المهم الضغط المؤثر عندي هو ايه؟ هو الوان اتموسفير، يبقى اسمها نورمال بولينج بوينت. اي اسئله في البولينج؟ لا سواء. اي هو معنى كده ان انا مثلا البولينج بوينت كل ما هزود البرشر الفوقاني درجه الغليان هتختلف من 100 لفوق 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 كده، هتزيد مع كل ما البرشر يزيد، صح؟ بالظبط، ممتاز. تمام ماشي، شكرا. طيب هنقول اشهر اكزامبل في النورمال بولينج بوينت ايه؟ اشهر اكزامبل ايه كلنا حافظينه لسه انتوا قايلينه من شويه؟ درجة غليان المية. النورمال كلمة ال NBPD يعني نورمال بولينج بوينت للمية بكام؟
مية. بس مية سيلسيوس ولا كلفن؟ ناخد بالنا. مية سيلسيوس صح ولا غلط؟ يبقى نستنتج من كده، نستنتج من كده ات ال1 اي تي ام ايوه البولينج بوينت بكام بتاعت الووتر؟ 100 ديجري سيلسيوس. خلاص. طيب ايه في الاكسترنال؟ بريشر اكبر من 1 اي تي ام، ساعتها البولينج بوينت هيبقى ايه؟ اكبر من 100 صح. يعني معنى كده الاكسترنال بريشر لما بيزيد البولينج بوينت بيحصل لها ايه؟ بتزيد. العلاقه دايركت لسه زميلكم لسه كان بيتناقش معايا فيها دلوقتي. طب لو الاكسترنال بريشر، يعني معنى كده يا دكتور ان الميه ملهاش درجه غليان واحده؟ لا طبعا. هو مين قال لك انت 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 عارف او حافظ الميه عشان دي المتدرجه وده تحت الوان اتموسفير؟ انما لازم تعرف ان الميه او اي ليكويد في الدنيا ليه اكتر من درجه غليان. مين اللي ما مين المتحكم في الموضوع ده؟ الاكسترنال بريشر. لازم ماست بي الاكسترنال بريشر ايكوال فيبر بريشر. عشان كده احنا ما احنا احنا الديفينيشن يعني ايه كلمه عامه اكسترنال بريشر. انما لو كل ليكويد ليه درجه غليان ثابته ما كناش احنا اخذنا البولينج بقى ولا درسناها. لا ده بيعتمد اعتماد كلي على الاكسترنال بريشر. طيب يبقى العكس بقى، لو الاكسترنال بريشر لوور ذان 1 اي تي ام يبقى ايه؟ البولينج بوينت هتبقى ايه؟ اقل من 100. يعني اشهر مثال لو انت بتغلي ميه على سطح جبل. يعني ايه على سطح جبل؟ يعني كل ما بتطلع فوق بتطلع فوق، ايه اللي بيحصل لما تطلع فوق؟ الاكسترنال بريشر بيقل ولا بيزيد؟ بيبقى اقل. يبقى درجه غليان الميه ساعتها تبقى ايه؟ 90 95 5 على حسب هو قل لحد فين. طب لو بتغلي ميه في منجم لما بتنزل تحت الارض البريشر بيحصل له ايه؟ بيزيد. بيزيد. يبقى درجه غليان الميه مش هتبقى 100، هتبقى 105 103 على حسب انت في موقعك ايه في الاكسترنال بريشر. صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده العلاقه ايه؟ لو بتغلي ميه على سطح عادي في الـ في الـ في الوان اتموسفير ساعتها هتبقى 100. هو ده اللي لازم نفهمه. يبقى ساعتها اقدر اقول ايه؟ اقدر اطلع بريليشن بتقول ايه بقى؟ ان البويلنج بوينت مع الاكسترنال بريشر ايه؟ اكسترنال بريشر دايركتلي مع الاكسترنال بريشر. مهمه جدا دي. يبقى البويلنج بوينت بيتناسب طردي دايركتلي مع الاكسترنال بريشر. كل ما زاد الاكسترنال كل ما ايه؟ ما زادت البويلنج. كل ما قل الاكسترنال كل ما قل البويلنج. هقول حاجه دلوقتي بقى يبقى فاهم قوي قوي وابقى برافو عليه اللي هيجاوبها معايا. نكتب كده. ايه العلاقه بين البولينج بوينت والفيبر بريشر؟ البولينج بوينت والفيبر بريشر. طب واحد استنى بس بقى، الكلام ده يعني ايه عشان ما نبقاش بنقوله وخلاص. هو ايه الفرق بين اللي احنا قلناه وده؟ يعني انت دلوقتي يا دكتور قلت لنا البولينج بوينت مع الاكسترنال بريشر. ايه ده؟ هو في حاجه اسمها بولينج مع فيبر؟ اه طبعا في فرق كبير بين الفيبر بريشر والاكسترنال بريشر. الاكسترنال بريشر ده الضغط الخارجي انت مش متحكم بيه، يعني ده الضغط اللي بره. انما الفيبر بريشر ده اللي طالع من الليكويد، ده الضغط اللي طالع. الفيبر بريشر ده اللي طالع من السائل من الليكويد. طيب ايه العلاقه؟ ها عكسين. ليه؟ عشان كل ما زاد الفيبر بريشر كل ما انا وصلت للبويلنج بوينت بسرعه. برافو عليك، ممتاز جدا. يعني ايه زميلكم بيقول ايه؟ لو عندي كوبايه، الكوبايه دي فيها ايه؟ الكحول. وكوبايه تانية فيها ميه. وكوبايه ثالثه فيها زيت. خلاص؟
معروف ان الالكحولز من ضمن الليكويدز كلها ان هي متطايره. عارفين يعني ايه متطايره؟ حد سمع الفولاتايل كومباوندز يعني ايه فولاتايل او متطايره؟ يعني بتطلع فيبر كتير، معروفه ومشهوره. لو جبت سبت عندنا في المعمل وجبت مثلا ايثال الكحول او ميثال الكحول وجيت فتحت الازازه تاني يوم مش هتلاقيها، هتلاقي كلها اتبخرت. ليه؟ عشان هو مور فولاتايل متطاير. طب الميه بتتبخر وكل حاجه بس بالمقارنه بالكحول كميه صغيره. طب الزيت كميه اصغر واصغر. يبقى مين هيوصل للبويلنج اسرع؟ الكحول ده. هل انا محتاج اسخن ده كتير؟ ما هو ده هتسخنه، ما هو بويلنج يعني هسخن ده هتسخنه. ده ايه هتسخنه؟ انت عمرك شفت ليكويد بيغلي كده لوحده في ازازه عند الروم تمبريتشر؟ لا، ما انت لازم عشان توصل للبويلنج لازم تسخن. طب مين اللي هيحتاج تسخين اسرع؟ هنا الضغط المؤثر 1 اتموسفير، هنا 1 اتموسفير، وهنا 1 اتموسفير. السؤال بمعنى تاني، مين هيوصل لل1 اتموسفير اسرع؟ الالكول هيوصل. بالظبط، لانه بيطلع كميه كبيره فهيعمل بريشر ايكوال 1 اتموسفير بسرعه، يبقى الميه تغلي. سوري الالكول يغلي على طول لانه وصل لل1 اتموسفير بسرعه. يبقى القصه كلها في البويلنج ان انا لازم اوصل للاكسنر بريشر اللي ما انا مؤثر عليه. طالما وصلت الاكسنر بريشر يبقى انا كده الميه تغلي او الليكويد يغلي. يبقى هنا كل ما الفيبر بريشر، كل ما الفيبر بريشر زاد اهو، يبقى محتاج تسخن قليل، يبقى العلاقه ايه؟ انفرسلي. وكل ما الفيبر بريشر قل، ده هنا بقى الزيت ده انت محتاج تسخن وتسخن، يبقى البويلنج بوينت ايه؟ البويلنج بوينت هتزيد. محتاج يعني ايه البويلنج بوينت تزيد؟ يبقى عمرنا سمعنا ان الاويلز بتغلي عند 60 و70؟ لا طبعا، بتبقى عند 250 و300. يبقى هنا اقول ايه؟ هقول ان البويلنج بوينت انفرسلي مع ايه؟ مع الفيبر بريشر، وبروزها عشان ايه؟ وخلي ما تتلخبطش. فرق كبير بين البويلنج والاكسترنال بريشر والبويلنج والفيبر بريشر. طيب هنشوف بقى مع بعض تالت حاجة، الفريزنج. يعني ايه فريزنج؟ يعني ايه فريزنج يا جماعة؟ ها ممكن بس اسأل سؤال في الفات؟ هو كده الفيبر بريشر ده كده هو اندبندنت والبولينج بوينت بيبقى ديبندنت عليه هو والاكسترنال بريشر ولا ايه؟ يعني مين بيتغير على حسب مين؟ مين الثابت؟ لا هي ما تقدرش تقول مين ثابت. احنا دلوقتي يعني ايه بولينج بوينت؟ بتعتمد على الظروف اللي حواليا. انا بغير مفهوم، احنا بندرس بقى حاجه لازم ندرسها صح. معظم الناس فاكره ان البولينج بوينت دي حاجه يعني حاجه بتميز يبقى الميه 100، هي 100 هي 100 مش هتتغير. لا بربطها لك بالاكس، لا دي بتعتمد يا جماعه الاكسترنال بريشر. كل ما الاكسترنال بريشر زاد كل ما الميه دي بقت 105 100 وحاجات كده ازيد من 100. كل ما الاكسترنال بريشر قل بقت اقل من 100. يبقى هي على حسب الكونديشنز اللي حواليك. يبقى البولينج بوينت بتتغير بتغير الاكسترنال بريشر. طب لو الفيبر بريشر اتغير هي تتغير برضو ولا تبقى ثابته؟ الفيبر بريشر دي ايوه، الفيبر بريشر دي انا بقارن ليكويد دي امتى؟ انا بقى يعني دي بتبقى لما اقارن ليكويدز مع بعض، لما اقارن الميه بليكويد تاني بليكويد تالت، يبقى بقول ده في فيبر بريشر مؤثر. انما في الليكويد الواحد دي نفس الفيبر بريشر فما بقارنش بيه. يبقى لما يكون عندي ليكويد واحد الاكسترنال بريشر هو مؤثر عندي، انما لما يكون عندي اكتر من ليكويد اقول لك مين اللي فيهم هيغلي اسرع، مين فيهم هيغلي اقل، يبقى تقارن بنحيث ايه؟ الفيبر بريشر بتاع كل واحد. تمام خلاص؟ لا شكرا. طيب ده سؤال بس ها
ولو عندي بس حاله مفتوحه كده حطيت خطا كده كده حصل ايه لما احط خطا ايه اللي بيحصل؟ لو عندي حاله مفتوحه وحطيت خطا ايه اللي يحصل لما احط خطا ده؟ ولا اي حاجه. انت دلوقتي لما تجيب ازازه نصها مليان، لسه قايل الكلام ده وانا بشرح ايفابوريشن، لو جبت ازازه ميه بلاستيك عادي نص لتر شربت نصها ونصها لسه مليان، ايه اللي هيحصل؟ سيبها يوم كده اتنين هيحصل ايه؟ هتلاقي بالذات في الحر يبان اكتر لان الحر بيبقى درجه الحراره عاليه شويه، بتلاقي الجزء اللي فوق مشبر، بيحصل اللي احنا قلناه في الفيبر بريشر، بيحصل ايفابوريشن وكوندنسيشن، فتلاقي ان الجزء اللي فوق دوت مشبر شويه، ده برضو بيحصل في الحل. غطيتها قفلت عليها بيحصل تبخير لحد ما يوصل للساتوريشن والديناميك ايكوليبريم وبعد كده يحصل كوندنسيشن. عشان كده لما تيجي تسيبها فتره كبيره تلاقي تفتح الغطاء تلاقي نفسك ايه نقط ميه نازله نتيجه الكوندنسيشن. بس ما فيش اي سكيب، ما فيش اي تسريب لاي فيبر لانك قافل، فبالتالي لازم يحصل نفسك يبقى حافظت على الكميه اللي عندك ما قلتش. طيب نيجي بقى يعني يعني معلش سؤال بس، يعني دلوقتي لو حله فيها عليها غطا وبتغلي ده يعتبر نورمال ولا لا؟ هو بيسالني لا. هو بيسالني حاجه تانية خالص، انت نفس اللي كان بيسال في الاول، هو كان بيسالني ايه اللي بيحصل لو جبت حله فيها ميه وغطيتها بس بس طبعا ما بيحصلش اي اكتر من كده. لو يعني لو حله مثلا ضغط اللي هي موجود في البيوت دي يعني المايه برضو تعتبر يعني نورمال؟ طب رد انت، انت حطيت المايه في ظروف معينه، انت لسه بتقول اهو حطيت المايه في ظروف معينه حلل الضغط حطيتها في كونديشن تانية، هل دي هتبقى نورمال؟ ايه لا اهي لو نورمال ما انا كنت عملت الاكل في حله مفتوحه، ايه الفرق؟ مش دي بتسوي لك الاكل بسرعه؟ ايوه فبتضغط فبتخلي درجة غليان المية تبقى أكتر من 100 عشان الأكل يستوي بسرعة؟ صح ولا غلط؟ أيوة صح. تمام كويس إن أنت تبقى بتفكر كده عشان الحاجات دي أصلا إحنا بنشوفها كل يوم ولا إحنا عايزين نفهم بقى بتعمق إيه اللي بيحصل نتيجة اللي إحنا بنشوفه ده. طيب الفريزنج يعني إيه فريزنج؟ اي حد يقول لي هي درجة حرارة صح ولا غلط؟ بس عايزين نقول هي درجة حرارة بيحصل عندها حاجة معينة، ايه الحاجة المعينة دي؟ ان المادة بتتحول من ايه لايه؟ من ليكويد ستيت لايه؟ ايوه من ليكويد ستيت لسوليد ستيت زي المية هتحطها في الفريزر هتبقى ثلج، ده اسمه فريزنج. اي حاجة في الدنيا ليكويد اتجمدت بقت فريزنج بقت سوليد ده اسمه فريزنج. طب الكلام ده بيحصل امتى؟ عند درجه حراره معينه. يبقى زي ما خدنا في البويلنج ان في بويلنج بوينت وفي نورمال بويلنج بوينت، في برضه فريزنج بوينت وفي نورمال فريزنج بوينت. هنشوف كده مع بعض. يعني ايه فريزنج بوينت؟ هي درجه اللي بتخلي تقود الحركه بتاعت السائل تقل. بص اولا عشان افهم يعني ايه فريزنج بوينت، هي درجه حراره. ايه بقى اللي بيحصل يا شباب عند لما اوصل للتمبريتشر دي؟ انتوا كلكم حافظين اتراكشن فورس بتزيد. اتراكشن فورس بتزيد كل ده جميل، بس امتى اقدر اقيسها؟ يعني انا لو عندي كوبايه ميه وحطيتها في الفريزر امتى اقول ان دي الفريزنج بوينت؟ انا بسطها لكم يعني امتى اقول. يعني في البويلينج كنا بقول لما ايه لما يحصل لو حاطط غطا لما الغطا يتهز يبقى ده بويلينج خلاص، لو شلت الغطا هتلاقي الميه بتغلي. طيب هنا الفريزنج امتى اقول او امتى اقيس الفريزنج؟ يعني انا عندي اكيد زي ما انتم حافظين ان الميه 100 في البويلينج اكيد حافظين ان هي زيرو في الفريزنج. طبعا عند الزيرو دي ايه اللي بيحصل؟ مفيش فيبر بريشر، تعمل كريتونيتك انرجي تبقى زيرو. كل اللي انتوا قلتوه ده فيزيكالي، وانا عايز اشوف اللي امتى بقيس عند البدايه. الله ينور عليك، برافو عليك يا باشمهندس، انت قلت الكلمه اللي انا عايز اسمعها بالظبط. هو انا هستنى لما كل الميه تجمد عشان اقيس درجه الفريزنج، ولا اول بدايه تكوين سوليد؟ انت لما تحط الميه في الفريزر اللي بيحصل مش بتمر بمراحل؟ يعني
مر الاول بتبقى فيه قشر صوره خفيفه كده بحيث لو دوست عليها هتلاقي نفسك كسرتها صح ولا غلط، لحد ما في الاخر الميه دي كلها بتجمد وبتبقى بالطريقه التلج اللي انت متعود تشوفه. طيب انت دلوقتي لو حاطط ترمومتر في الميه وفي وبتقيس الفريزنج هتقيس امتى؟ مع بدايه تكوين القشره الخفيفه اللي انت بتشوفها دي، كده بدايه ظهور السوليد، يبقى ده اسمها الفريزنج. يبقى الفريزنج بوينت بيقيسها امتى؟ مع بدايه ظهور سوليد ستيت، مش لما كلها ليه؟ لانك لما تبقى كل اول ما اوصل للزيرو بتفضل ثابته، على فكره بتفضل ثابته لحد ما الميه كلها تجمد، فانت ليه تستنى لما تجمد؟ بدايه ظهور السوليد هي دي اسمها الفريزنج بوينت. يبقى انا لو عندي ميه اهي والميه دي حاططها مثلا في كونديشن التبريد فريزر خلاص، وحاطط ترمومتر هنا بيقيس لي ايه درجه الحراره بتاعه الليكويد ده وليكن الميه، هيقف لحد الزيرو امتى؟ لحد ما يبقى فيه بص ايش خلينا نقولها او خلينا نعملها بلون تاني، قول مثلا بدايه ظهور مكعب تلج كده صغير ده اسمه ايه؟ اسمها فريزنج. والباقي ليكويد عادي لسه ما جبتش كله، دي اسمها فريزنج بوينت. ليه؟ لانك في قشر التلج اتكونت، يبقى دي اسمها فريزنج بوينت. يبقى ايه هو الفريزنج بوينت؟ It is a temperature، نكتب كده at which liquid and vapor liquid and solid are exist in equilibrium under الايه الاكسترنال بريشر. عند certain external pressure. يعني ايه الكلام ده؟ السوليد ما هو اللي انا رسمه ده، انا ليه دايما ارسم عشان تبقى انت فاكر انا قلت ايه؟ يعني اللي انا رسمه ده بدايه ظهور سوليد في قلب الميه، ده اسمه ايه؟ اتزان بين السوليد وايه؟ والليكويد. بنعمل كده سهم رايح سهم جاي، ده علامه الايكوليبريم، مرحله ايكوليبريم. يبقى الفريزنج بوينت بقيسها عند مرحله ظهور، يعني اللي انا بقوله ده بدايه ظهور سوليد في الكوبايه بقيس عندها الفريزنج، ده بنكتبه ايه؟ الليكويد والسوليد ان ايكوليبريم. خلاص؟ يبقى الليكويد والسوليد اكزيست ان ايكوليبريم. خلاص؟ طب النورمال فريزنج بوينت، النورمال فريزنج بوينت ايوه البريشر ده العادي بقى بتاعنا، انما الاولانيه دي الفريزنج بوينت لو انت مثلا في معمل وفي تجربه معينه وبتعمل انت نظام تبريد مع اكسترنال بريشر معين، ده في اسمه فريزنج بوينت عادي، ده في تجربه معمليه. انما كل اللي احنا بنشوفه بنحطها في الفريزر بتحطها مش كلها، دي اسمها نورمال بولينج بوينت. يعني كل اللي احنا بنتعامل معاه في حياتنا دي اسمه ايه؟ نورمال بولينج بوينت. انما الفريزنج بوينت اندر اكسترنال بريشر دي خاصه بالتجارب المعمليه، لو انت عايز تعمل كونديشن معين، عايز تزود البريشر وتعمل كولينج في نفس الوقت عند بريشر انت حاسبه بطريقه معينه او بالجهاز، فتقدر ده اسمه فريزنج بوينت في المعمل. انما اللي احنا بنتعامل معاه في حياتنا ده اسمه ايه؟ النورمال فريزنج بوينت. طب دكتور بعد ايه؟ هنشيل كلمه ايه ونكتب 1 اتموسفير، مش لازم اكتبها بقى تاني، هنكتب ايه في الاخر؟ 1 اي تي ام، نفس التعريف اللي فوق بس ايه هنكتب في الاخر 1 اي تي ام. طيب دكتور ايوه، هو ازاي بنقول على ايكوليبريم وهو احنا بنحول الميه كلها لتلج؟ طب ما كده ما فيش حاجه رايحه جايه، هو كده الميه. هو ايه مفهومك على ايكوليبريم؟ يعني مش عارفه، هي حاجه ثابته يعني وضع ثابت، الوضع مش ثابت كده. هو الوضع ثابت حلو، طب ما هو ايه يعني ايه يعني عايزين المفهوم الايكوليبريم فيزيكالي مش ماثيماتيكلي. او انت مثلا يا زميلكم بتقول ايه؟ عارفين سلم الكهرباء اللي طالع ولا نازل؟ سلم الكهرباء طالع بمعدل ثابت وقدامه سلم نازل بمعدل ثابت، ده اسمه ايكوليبريم. بس هنا الايكوليبريم معناه فيزيكالي، يعني انت يعني مش معناه انت ما تاخدوش من ناحيه الريت.
فيزيكالي معناه ايه ايكوليبريم؟ وجود تلج في بحر ميه، وجود مكعب تلج في بحر ميه، ده اسمه ايكوليبريم. ان هو مثلا مسحش يعني، طالما عندي تو ستيت في نفس الكوبايه، تو ستيتس، انت عندك ستيت سوليد ستيت وليكويد ستيت، يبقى انت كده ايه نفس اسمهم موجودين في حاله ايكوليبريم. لحد ما ايه، هل مرحله الايكوليبريم دي بتفضل بيرمننت يعني بتبقى دائمه، ولا هيجي فتره كل الليكويد ده يتحول لسوليد وتبقى ستيت واحده بس؟ هتبقى ستيت واحده بس. بس المرحله دي بين الليكويد وبين يعني بين الستيت الليكويد وبين الستيت السوليد بيبقى في مرحله ايكوليبريم، الاثنين بيكونوا فيها موجودين مع بعض. بس المرحله دي الفريزنج بوينت ثابته ايه يعني؟ الفريزنج بوينت ثابته يعني، هو هيوصل لمرحله مثلا 100 هيبقى درجه الحراره هتفضل 100. لا زيرو، احنا بنتكلم هنا فريزنج زيرو. سوري زيرو. بس حلو، ما هو البدايه دي ايوه انا بقيسها امتى؟ اللي انا بقوله ده بدايه ظهور سوليد في كوبايه الميه، ده اسمه ايه؟ ده بنسميه ايكوليبريم، يعني مرحله اتزان الاثنين موجودين مع بعض. بس هو بيختفي مع الوقت. بالظبط. لا مش حكايه بيختلف مع الوقت، يعني انت لازم برضو تكون في دماغك ان التلج بيتكون بريت ثابت، يعني في ريت ثابت بيمشي بيه. لو انت عايز تاخدها من ناحيه الريت، يعني مفيش، يعني انت لو جبت كوبايه ميه حطيتها في الفريزر وخلاص يعني، ومثبتها الكونديشن كلها عند الفريزر انه يبرد بدرجه حراره معينه، خلاص هتوصل لنفس في زمن معين يبقى ماشي بريت ثابت، هتوصل ان الميه تبقى تلج في معدل ثابت، يبقى ده اسمه ايكوليبريم. يعني بجيبها لك من ناحيه الريت، بس انا عايز اقول ايه، ان ظهور ستيت مع ستيت ثانيه الاثنين موجودين مع بعض ده اسمه اتزان، بغض النظر بقى عن اي حاجه ثانيه. طب انا عندي برضو سؤال يعني عشان برضو ابقى فاهمه خالص، هو دلوقتي لما ده تحول، لما الووتر تحول كلها للسوليد، ده كده ستيل ايكوليبريم؟ لا خلاص بقى يعني. طب خديها بالعكس، لو انت عندك كوبايه ميه ده ايكوليبريم؟ لا، لو انا عندي كوبايه ميه بس لوحدها كده ده ستيت واحده. ايكوليبريم ايه؟ ليكويد مع ليكويد؟ لا، ما هو الايكوليبريم بيكون هنا ايه، بيكون هنا حاجه، بص هنا بيكون، ما ينفعش اقول ليكويد ايكوليبريم مع نفسه، ما ينفعش، لازم يكون هنا حاجة مختلفة عن الحاجة اللي بعد الايه السهمين، يبقى ساعتها اقول ان في ايكوليبريم. انما لما يكون عندي سوليد ما اقدرش اقول كده، ما اقدرش اقول السوليد ايكوليبريم مع نفسه، ما اقدرش اقول الليكويد ايكوليبريم مع نفسه، لازم اللي قبل علامة الايكوليبريم مختلف عن اللي بعد علامة الايكوليبريم. فهمتيها؟ تقريبا. لا مش تقريبا، يعني نحاول نصلح المفاهيم القديمة ونعرف ان الايكوليبريم وجود تو ستيتس في نفس الكوباية او في نفس التجربه ده اسمه مرحله ايكوليبريم، وانها لحظيه مش حاجه بيرمننت او مش حاجه دائمه بتفضل معايا لحد ما اوصل للايه، للوان ستيت، وده خلاص بيبقى وان ستيت. تمام خلاص تمام شكرا دكتور. معلش عشان مش فاهمه قوي، يعني معنى كده لو الليكويد كله مثلا في كونتينر معين اتجمد كله يبقى كده ما بقاش في ايكوليبريم؟ هو انا بقول يعني في الحته دي ان انا بقيس الفريزنج امتى، هو ده كان بدايه السؤال، انا بقيس الفريزنج امتى؟ لما اجي اقيسها هقيسها عند الايكوليبريم، صح ولا غلط؟ دي مرحله يعني انا هقدر احط الترمومتر اخد قرايتي امتى، واقدر اسجل الفريزنج بوينت دي كدرجه تجمد للليكويد ده امتى؟ مع بدايه ظهور نقطه سوليد او مكعب سوليد، خلاص دي اسمها مرحله الايكوليبريم، دي اللي انا بقيس عندها. ده كان الغرض من الايه، من حته الايكوليبريم دي، ان انا امتى بقيس الفريزنج او امتى باخد قرايتي. خلاص شكرا لك. هنيجي لاخر حاجه، احنا خلصنا ال evaporation وخلصنا البويلنج وخلصنا الفريزنج. طيب حاجه اسمها كليبرون ايكويشن، عشان دي اللي هنحل عليها، ودي الايكويشن الوحيده اللي بتحكم الليكويد ستيت، عشان لما نيجي في التوتوريال ان شاء الله. انتوا عارفين النهارده التوتوريال الساعه كام؟ 2:30. لمين؟ للكل. ايوه فاهمين كده ولا مش فاهمين؟ فاهمين كده ولا مش فاهمين؟ طيب تمام. هنا ايه، ايوه هنشوف بقى مع بعض حاجه اسمها ايه، كليبرون ايكويشن. كليبرون ده اسم عالم، عمل حاجه حلوه جدا، عمل حاجه ايه حلوه جدا، قال ايه؟ لو انا عايز اقيس الفيبر بريشر
عند درجات حراره او عند اي درجه حراره هعمل ايه؟ لو انا عايز كاليبرون ايكويشن قال لي لو انا عايز اقيس الفيبر بريشر نكتب كده كاليبرون ايكويشن عشان بس الدنيا تبقى واضحه كاليبرون ايكويشن معادله كاليبرون عشان ابسطها عليكم لو انا عندي العلاقه بين الفيبر بريشر البي والتي العلاقه دي ايه دايركت ولا انفرسري دايركت دايركت حلو لو انا عايز اقيس الفيبر بريشر عند درجه حراره 40 هعمل ايه هروح عند 40 خلاص وبالمسطره هعمل ايه فاكرين لما كنا عملنا في الورك حتى الكلام ده لما كنا بنشرح الورك على في المحاضره المره اللي فاتت قلت لك المسطره بطلع بالمسطره واروح فين واروح كده يبقى ده الفيبر بريشر المقابل لل 40 طب لو عايز اقيس الفيبر بريشر عند اي درجه حراره اروح عندها اعمل عليها كده ستار واعمل ايه واطلع بالمسطره حلو طبعا انت بترسم بالمسطره انا بس عشان ايه مش عارف اظبطها عندي هنا كده يبقى النقطه دي هي ايه اللي اطلع منها هنا يبقى ده الفيبر بريشر عند درجه الحراره دي صح ولا غلط طيب يبقى معنى كده ان انا عندي جراف او الكيرف ده هو اللي انا بحدد منه الايه الفيبر بريشر عند اي درجه حراره فراح كليبرون قال لك ايه بقى ده براكتيكلي ده في المعمل زي ما انت كنت في الفيزياء بترسم لاين وتجيب السلوب وترسم وتجيب هنا برضو نفس الكلام علشان تجيب عشان تجيب الفيبر بريشر عند درجه حراره معينه يبقى بتعمل كده بس ده ايه براكتيكلي فكليبرون قال لك ايه انا هستنتج ايكويشن هعوض فيها عشان اجيب درجه الحراره او اجيب الفيبر بريشر المقابل لدرجه الحراره دي يبقى كليبرون ايكويشن بيستخدم في ايه used to measure used نكتب كده او to calculate لانها ايكويشن الفيبر بريشر of liquid at any temperature اي تمبريتشر انت عايزها تقدر تجيب من الايكويشن دي الفيبر بريشر بتاعها عند اي تمبريتشر طب الايكويشن دي بتقول ايه بقى يعني احنا فهمنا هو المبدا انا عايزك تفهم يعني كليبرون ده فكر ازاي ان انا براكتيكلي اعرف اجيبها عن طريق ان انا اعمل كذا اقيس عند كذا درجه حراره وارسم الكيرف واقدر اجيب عند درجات الحراره اللي انا ما اشتغلتهاش في العملي صح ولا غلط فاهمين انا بتكلم ازاي يعني انت عملتها مره عند 25 مره عند 30 مره عند 40 مره عند 50 طب انت عايز تجيب عند 43 تروح في الكيرف رايح بالظبط تروح على الكيرف رايح مش الافرج لا انت دي مثلا 40 ودي 50 دي 40 ودي 50 طب انت عايز تجيب عند ال 45 انت ما اشتغلتهاش عملي يبقى تروح هنا انت خلاص راسم كده كده اللاين فتروح هنا وتروح طالع اهي دي عند ال 45 مثلا اهي وتروح طالع بالمسطره يبقى ده الفيبر بريشر مقابل ل 45 بس انا مش هقعد اعمل كده بقى ده براكتيكال يبقى الايكويشن دي حلت لي مشكله كبيره جدا قال هتعمل لي ايه ان انا من خلالها هقدر اجيب الفيبر بريشر عند اي درجه حراره بالتعويض بالارقام بس اكتب كده لوج بي 2 على البي 1 ايكوال ال تي 2 ماينس تي 1 على تي 2 في تي 1 وبروز الايكويشن دي عشان مهم الايكويشن دي كنا بنشرح الاثبات بتاعها لحد السنه اللي فاتت وفي انتجريشن وفي حاجات كده بس احنا لغيناه خلاص الترم ده لغيناه علشان ايه ما ناخدش اثباتات كده يعني انا يهمني اعرف استخدم الايكويشن دي ازاي واعرف الغرض منها ان انا بحسب الفيبر بريشر عند اي درجه حراره خلاص بس انا هكتب الايكويشن دي بطريقه تانية دلوقتي وانت اللي هتقول لي ايه لوج كان مكتوب بي 2 على ال P1 equal delta H على 2.3 R T2 minus T1 على T2 في T1 ايه الحاجة اللي متغيرة في الـ في الـ في الـ 2 equation latent heat بقى الدلتا ايوه latent heat latent heat انا كتبتها احنا اللي ده احنا قلنا ايه ده رمز ايه latent heat اللي احنا خدناه فوق في الـ evaporation قلنا latent heat هي amount of heat اللي انا محتاجها عشان ابخر 1 مول شلتها وحطيت مكانها الدلتا اتش هنتعامل على طول بحاجه اسمها الدلتا اتش يعني ايه دلتا اتش هي اللي تشينج
in enthalpy. يعني enthalpy يعني التغير في المحتوى الحراري. يبقى كلمة انصلبي معناها ايه؟ عشان هنشوف كلمة انصلبي دي او دلتا اتش في كذا شابتر بعدين، في شابتر 4 و 5 وحاجات كتير. التغير فين؟ في المحتوى الحراري. التغير فين؟ في المحتوى الحراري. للسيستم. يبقى ده الدلتا اتش. يبقى لما اقول لك التشينج انصلبي تعرف على طول ان هي الدلتا اتش. طب التغير في المحتوى الحراري ده اليونت بتاعته بالايه؟ بانه هيت، صح ولا غلط؟ هي تعتبر هيت، هي التشينج في الانصلبي او التشينج في الهيت، هي عباره عن التغير في المحتوى الحراري. يبقى اليونت بتاعته بالجول. طب انا بقول ليه كده؟ علشان اجباري. هنا فاكرين كلمه اجباري؟ اجباري دي كنا بنقولها فين؟ ورك الار في فاليو ار. الفاليو بتاعت الار هتبقى ايه؟ 8 و3 8 و3 1 4. ايوه. ليه بقى ده كده اجباري؟ ليه؟ ليه اجباري؟ علشان جول. تطلع معاك الدلتا اتش بالجول. ده لو انا قلت لك احسب، او لو انا اديتها لك بالجول يبقى لازم اليونت تبقى كلها واحده 8.314. ممنوع ممنوع تحطها بالقيمه الثانيه. خلاص. والبريشر اللي عندك اهو هتعوض بيه عادي، والتمبريشر تي 2 ماينس تي 1 على تي 2 في تي 1. اثباتها مش عليك، عشان بس ايه يعني الناس اللي بتذاكر من التكست بوك او من الكتاب هتلاقي الاثبات ده الغيه، مش هنقوله خالص لان كله ماس وبتاع، يعني مش ده الغرض بتاعنا. احنا هيهمنا كليبرون وظف الايكويشن دي في ايه وعايز يحسب منها ايه. خلاص. ده اللي بس محدش سالني حاجه. ليه يا دكتور الليتنت هيت هي الدلتا اتش؟ انا كنت منتظر حد يسالني بس ما لقيتكمش سالته. ليه انا شلت ال حطيت مكانها الدلتا اتش؟ عشان مع اختلاف الضغط. لا يعني بديهي بديهي، اكيد اكيد اللي متساويين في الرقم، يعني الفاليو بتاعتهم هم هم، بس انا بتعامل دايما مع الدلتا اتش. يعني دايما بقول التشينج في الانسلبي هو ده اللي انا بعبر بيه مش اللي تنتهي. يعني انا لو عندي كده في ليكويد وليكن الميه، خلاص الميه دي بتتبخر اهو. انت عندك هنا الميه طبعا ليها هيت وليكن اتش ال، وهنا الفيبر ليه اتش اي فيبر، صح؟ وليكن الهيت اللي جوه الليكويد 20 جول. 20 ايه؟ جول. طب انت عشان تبخر ال1 مول وليكن احتاجت ال 30 جول مثلا. ال 30 جول هيمتصوا بواسطة المية ويتبخر. بقت ال H فيبر كام دلوقتي؟ بحسبها من ال H final H initial. بقت ال H فيبر كام؟ أنا عايز رقم. 50 جول. 10؟ صح؟ ليه 10؟ أنا كنت 20 اديتك 30، يبقى إيه؟ هجمع ولا أطرح؟ هجمع 50. أنا كنت 20 أخدت 30 من الوسط اللي حواليا بقت 50. يبقى لو جيت حسبت الدلتا اتش التغير في المحتوى الحراري، انا كنت 20 بقت 50، خلاص بقى ماليش دعوه بال 30. يبقى الدلتا اتش بكام؟ هي هي ولا مش هي هي؟ هي هي ولا مش هي هي؟ هي 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 هي. يبقى انا هتعامل بالدلتا اتش ولا ال ال؟ الدلتا اتش بقى خلاص هنعوض على طول بده. يبقى الدلتا اتش هو التغير اللي حصل، التغير الحراري اللي حصل في السيستم نتيجه امتصاصه لللاتنت هيت. فنتيجه ان هم خلاص هنبدلها بالدلتا اتش، وبقى هو عشان دايما لما اجي اقول لك في المسائل زي ما هنشوف في التوتوريال النهارده اللي تشينج الانصال بكذا تعرف ان دي الدلتا اتش. انا كده خلصت. حد عنده اي اسئله؟ ممكن بس حضرتك ترجع بس الجزئيه اللي هي الصفحه السلايد بتاعت النورمال فريزنج بوينت صورها بس. طيب في حد عنده اسئله في كليبرون ايكويشن؟ دي الايكويشن الوحيده اللي هنحل عليها مسائل، وهنعرف ازاي نحل عليها مسائل لما نيجي في التوتوريال ان شاء الله النهارده. دكتور، هو مين البي 2 ومين البي 1؟ هنشوف في التوتوريال ده. انا عندي
ما هو انا عشان اجيب فيبر بريشر عند اي درجه حراره لازم اكون عارف اوريدي للماده فيبر بريشر وتمبريتشر موجودين. ما هو ده بقى الايكويشن. يبقى لازم اكون عارف حاجه هيديها لك في المساله عشان تقدر تجيب الحاجه الايه المجهوله الانون. يعني بي 1 ده اللي هو البريشر اللي انا هبتدي احسب عنده، بي 2 ده بعد التغيير ولا بيبقى ايه؟ او العكس على حسب، ممكن انا اديك بي 2 واطلب بي 1. ما هي دي كده بقى لما نيجي في التوتوريال هنشوف هنلعب يعني ال هو احنا كده كده انت عارف ان البي ده بريشر او فيبر بريشر تمام، والتي ده تمبريتشر. الحاجه الوحيده اللي انا اتكلمت عليها اللي ال والدلتا اتش عشان دي الحاجه الجديده عليك، والار الفاليو بتاعتها، انما البي ده بريشر والتي ده تمبريتشر. تي 1 وتي 2 ده الانيشال ستيت وفاينل ستيت، لانك لما بتيجي تعمل تجربه بيبقى ليها بدايه وليها نهايه، ليها اول وليها اخر، ما بتفضلش تسخن لحد بكره. اكيد صح. فانا دلوقتي ديورنج الاكسبيرمنت دي انا عندي ايه؟ انا عندي 1 و 2، عندي انيشال وفاينل. تمام، يعني الانيشال ده الضغط اللي انا ببقى بادئ بيه، والفاينل ده اللي هو بالظبط. تمام، شكرا دكتور. خلاص العفو. مين كان عايزني ارجع الصفحه دكتور بتاعت فيبر بريشر في ليكويد بعد اذن؟ دي حضرتك انزل تحت شويه. تمام كده. هو دي كده اخر محاضره دكتور؟ النهارده ان شاء الله هنخلص شابتر 2 في هنقول المسائل بتاع كليبرون، وناخد بالظبط يعني فيما لا يتعدى يعني حاجه، فاضل حاجه بسيطه جدا في شابتر 2 نظري كده هنخلص منها ان شاء الله في التوتوريال. يعني التوتوريال النهارده هيكون مسائل على كليبرون ونخلص شابتر 2. ما انا قلت لك ايه في المحاضره؟ قلت لك ان كل اسبوع بعد كده بشابتر. خلصت خلاص، كل اسبوع بشابتر. اوكي تمام، شكرا يا دكتور. طب ممكن دكتور معلش الجزئيه بتاعه النورمال فريزنج بوينت، انت عايزني اجيب لك تصورها ولا انت مش فاهمها؟ لا اصورها بس. دكتور عندي سؤال. هو كل ما الاكسترنال pressure بيقل كل ما الحاجه بتغلي اسرع ولا؟ ما هو الاكسترنال طبعا الاكسترنال بريشر دايركتلي، ما احنا قلنا الاكسترنال بريشر لو انا بغلي على سطح جبل يعني بطلع على ارتفاع معين. احنا ما عارفين طبعا كل ما زدت في الارتفاع كل ما ايه ما البريشر قل عن ال1 اتموسفير، فاكيد درجه غليانها هتتاثر. بدل ما هتغلي عند ال100 هتغلي عند اقل من 100 على حسب بقى انا موجود فين. طيب تمام، ما انا لما بغطي حاجه كده بعمل اكسترنال بريشر اكيد ازيد من ال180 صح؟ اكيد. ليه بقى الحاجه لما بغطيها بتغلي اسرع من وهي مفتوحه ولا هو العكس؟ ودي فكره غلط. لا مش شرط يعني ما تقدريش تقيسيها كده. انا كل ما يعني تدخلتي الطيب معانا في الموضوع واهملتي ان او يعني تجاهلتي مثلا ان الفليم نفسه اللي انا بسخن عليه ليه قدره، يعني انت على حسب يعني مش يعني احنا يعني على حسب انت بتسخني مثلا على يعني معليه النار موطياها، طبعا دي كلها فاكتورز. ايوه يعني انا وعلى حسب وعلى حسب كميه الميه اللي انت حطاها، يعني في فاكتورز كتير بتاثر. لو انا عايز اشوف بقى تاثير يعني مين كتير ومين قليل، احنا ما دخلناش الطيب معانا كفانكشن في اي حاجه لانه صعب جدا. بس الطيب يعني لازم اثبت كل حاجه، ودي تبقى حاجه طبعا يعني صعبه في الدراسه بتاعتها ان انا ادخل الطيب في كل حاجه. يعني فاكرين لما قلت لكم حتى في الورك الناس قالت لي انا لما يحصل تسريب في اسطوانه غاز التسريب ده ممكن يقعد يوم او اتنين، يبقى كده وركر. قلت له لا، هو طالما التسريب حصل اجينست ال1 اتموسفير يبقى دي كده تعتبر ايه الريفرسبل، فما دخلش معايا الطيب في الموضوع لان ده لازم اثبت حاجات تانية كتير. تمام يا دكتور. تمام، ان شاء الله اشوفكم في التوتوريال الساعه 2:30. هندخل في التوتوريال على نفس الجروب ده. خلاص، مش هبص بقى للحاجات بقى اللي احنا كنا مقسمينها اللي هم التو تيمز اللي احنا كنا عاملينهم في التوتوريالين. هنخش على انا هعمل الميتنج على ده. خلاص
دكتور معلش ممكن حضرتك تحط لنا الفايل اللي حضرتك كتبت فيه دوت؟ ليه يا باشمهندس يوسف ليه؟ علشان بس الـ يعني واحنا الشرح مع الشكل بتاع الحاجه بيبقى اسهل ان انا اطلع منه النوتس اكتر من اللي انا كنت كاتبه. والله هو هيبقى صعب جدا يعني ان انا مش عارف يعني طرق اصل انت ما اكتب يعني اصل الحاجه اكتب وارسم زي ما انا برسم هتلاقي نفسك يعني